سلمى، من أجل مواكبة التغييرات العالمية أقيم مؤخرا مركز دمشق الإقليمي للتحكم الدولي والذي يعنى بحل الخلافات الاقتصادية. للحديث أكثر عن الموضوع بصيرنا نرحب معنا بالدكتور فراس مأمون صنوفي، رئيس مجلس إدارة مركز دمشق الإقليمي للتحكيم الدولي والأمين العام لمركز التحكيم الدولي في القاهرة. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الخير. بالبداية خلينا نتعرف من حضرتك عن هذا المركز ومن وين اجت فكره انشائه بدايه. قبل ما اتحدث عن مركز دمشق الاقليمي للتحكيم الدولي لابد انه اتطرق لفكره التحكيم. التحكيم بمفهومه العريض هو اسلوب اتفاقي قانوني لحل الخلافات المدنيه والاقتصاديه بعيدا عن القضاء. معناته هو عباره عن اسلوب اتفاقي يرتضي فيه اطراف عقد معين على اللجوء إلى آلية جديدة لحل الخلافات وهي التحكيم من أجل حل خلافات قد تنشأ بينهم سواء كانت سابقة لتاريخ العقد أو لاحقة، ممكن اللجوء للتحكيم من أجل حل هذا الخلاف. وأن قرارات هذه الهيئات المعتمدة تعتبر بمثابة الأحكام القضائية التي تنفذ مباشرة أمام مديريات التنفيذ المدني سواء في دمشق أو في بقية المحافظات. انطلاقا من هذا العمل المؤسساتي الكبير، حيث يكاد لا يخلو عقد من عقود التجارة الدولية من شرط التحكيم، لذلك بادرنا إلى تأسيس مركز دمشق الإقليمي للتحكيم الدولي ليكون أحد المراكز الفعالة ليس فقط على مستوى الجمهورية العربية السورية، وإنما إن شاء الله بيكون على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي في هذا المجال. خلينا نحكي أهمية إنشاء هيدا المركز اليوم. يعني يمكن اليوم في ظل الحرب اللي عم نعيشها عم نكون ضمن حصار اقتصادي مفروض علينا من دول كبيرة. فهيدا المركز لازم يكون يمكن فعال بشكل كتير كبير ومهم اليوم، لأنه نحن عم نتعرض مو فقط لضرب الحضارة السورية، لحرب اقتصادية، حرب ثقافية. صحيح. بالحقيقة بظل غياب لجزء كبير من أروقة المحاكم في الجمهورية العربية السورية خلال السنوات العصيبة اللي شهدتنا بلدنا الحبيب سوريا، بتعرفوا في كذا محافظة بالحقيقة أروقة المحاكم كانت مغلقة بالغاية، لذلك نحن قررنا تأسيس هذا المركز لتخفيف العبء عن الكاهل القضائي، بحيث أنه بدل ما تيجي القضايا كلياتها على القضاء ويصير في عنا تكدس في القضايا، نحن رح نكون مركز رديف ومساعد لعمل المؤسسات القضائية في الجمهورية العربية السورية. طبعا نحن بالوقت الحالي لما قررنا نأسس هذا المركز نحن كان نتيجة أنه نحن موجودين ونحن دائما مع التطور وعم نشجع على إعادة أعمار البلد. نحن جزء لا يتجزأ، نحن عم نحكي كمنظومة قانونية، جزء لا يتجزأ من المجتمع السوري، ونحن قادرين لإعادة بناء وأعمار هذا البلد من خلال أفكارنا، كل واحد بحسب تخصصه. فكانت الفكرة الأجدر والأنسب بهذا الزمن وبهذا التوقيت إنشاء مركز دولي لحل الخلافات، فكانت فكرتنا تبلورت. هون بيعالج هيدا الحصار نوعا ما، فينا نقول شيء طبيعي. نحن اليوم أي فكر تقدمي عم نشتغل فيه ضمن الجمهورية العربية السورية أكيد هو عبارة عن معالجة حقيقية للحصار اللي عم يطلع. نعم. وإن شاء الله بإذن رب العالمين نحن هاي الخطوة رح نتخطاها بشكل سريع ونلاقي حالنا على مصافي الدول المتقدمة خلال فترة قريبة. نعم. يعني دكتور فراس، خلينا نحكي عن هذا المركز بالتزامن مع معرض دمشق الدولي وحضور عدد يمكن من الفعاليات الاقتصادية العربية والعالمية، هل تم الاستفادة من هذا المعرض بهي الناحية؟ هل تم تشبيك مع جهات عربية بهذا الموضوع؟ صحيح. نحن حرصنا كل الحرص على أن يتم افتتاح المركز ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي، وبالحقيقة صدر قرار السيد وزير العدل بإنشاء المركز بتاريخ 24/8/2017 أي يوم الخميس الماضي، وتم حفل إشهار هذا المركز يوم الأحد أي بعد انتهاء فعاليات المعرض بيوم واحد فقط تواكبا مع أعمال المعرض، مشان نحن نثبت أنه نحن مستمرين. انتهى معرض دمشق الدولي ولكن نحن آلية العمل في الجمهورية العربية السورية مستمرة بشكل طبعاً. دائم نحو الأفضل. طبعا بالنسبة لمركز دمشق الإقليمي للتحكيم الدولي هو عبارة عن مركز صدر مؤخرا بقرار من السيد وزير ويخضع إلى إشراف وزارة العدل،
إلا أن هذا المركز له استقلالية وزمي مالية مستقلة، شخصية اعتبارية مستقلة، بيضم مجلس إدارة مؤلف من 5 أعضاء ومجلس أمناء من أهل الخبرة في مجال القانون والاقتصاد ورجال الأعمال، وشاركت فيه بالحقيقة جميع الفعاليات الاقتصادية. كما قمنا من خلال هذا المركز بربط المركز بعدة بروتوكولات تعاون دولي مع أهم مراكز التحكيم الدولي الموجودة سواء في المنطقة أو في العالم. حضر لقاء حفل الافتتاح أحد أهم المحكمين الدوليين، هو الدكتور أحمد شتاء اللي هو عضو مجلس أمناء في مركز جنيف للتحكيم الدولي، واللي بالحقيقة أبدى كامل الاستعداد للتعاون مع مركز دمشق الإقليمي وللنهوض به إلى مستوى مصافي مؤسسات ومراكز التحكيم الدولية. طيب خلينا نحكي يمكن أهمية كمان افتتاح هذا المركز بالتزامن مع معرض دمشق الدولي، كان في أكثر من 43 دولة شاركت بالمعرض، تم التشبيك مثل ما قلت مع عدد من الدول لدعم الاقتصاد وإعادة الأعمار في سوريا بعيدا مثلا عن لجان التحكيم الدولية. بالحقيقة نحن كمركز دمشق الإقليمي للتحكيم الدولي منذ بداية فعاليات معرض دمشق الدولي حاولنا نخترق من خلال شبكة من الموظفين المختصين والكفؤ معظم شركات الاستثمار اللي شاركت معنا في المعرض، وطرحنا عليهم فكرة التحكيم مشان نخلق فرصة لجذب المستثمر الأجنبي والعربي أنه يرجع إعادة أعمار، يشارك معنا يد بيد في إعادة أعمار هذا البلد. طبعا كان لمركز دمشق الإقليمي دور كبير بهذا الموضوع، ونحن حاولنا مثل ما قلت لك نربط هالمركز هذا بعدة بروتوكولات تعاون سواء مع جهات اقتصادية أو مؤسسات وبنفس الوقت مع مراكز تحكيم دولية. نعم. ضمن فعاليات معرض دمشق التحكيم الدولي. نعم دكتور، اليوم لو بدنا نحكي هيك ببساطة خلينا نقول للمشاهدين اليوم أنا إمتى بقدر أتوجه لهذا المركز، شو الخدمات اللي بيقدم لي إياها المركز بالضبط، وكيف بيتم الإعلان عنه؟ طيب نرجع لفكرة التحكيم لأقدر أدخل بهذا الموضوع. أنا قلت أن التحكيم هو أسلوب اتفاقي قانوني. المقصود بكلمة أسلوب اتفاقي معناتها يحق لأي أطراف عقد معين اللجوء إلى التحكيم إذا تم الاتفاق كان في إيجاب وقبول بين الفريقين على اللجوء للتحكيم بدلا للقضاء. في حال حصول خلاف بين الفريقين يحل عن طريق التحكيم، هذا ممكن ينزل شرط من شروط العقد الذي يتم فيه ابتداء اتفاق الفريقين، أو إذا حدث نزاع وأراد الطرفين أن يحل هذا النزاع عن طريق التحكيم فبيتجهوا نحو عن نزاع تجاري نزاع اقتصادي تجاري فقط؟ أو مدني أو اقتصادي بالمطلق، هذا نعم. المفهوم العام للتحكيم. وبالتالي بإمكانهم هني يلجأوا لتحكيم مؤسساتي. تحكيم مؤسساتي هو مراكز تحكيم تعمل في المنطقة لحل هذه الخلاف، وكان أحد هذه المراكز هو مركز دمشق الإقليمي للتحكيم الدولي. فبإمكانه أي شخص اليوم يضمن بعقده اللي بده يعمله مسبقا قبل وجود نزاع مع الطرف الآخر، في حال حصول خلاف بين الفريقين يحل وفق النظام، وفق لوائح النظام الداخلي لمركز دمشق الإقليمي للتحكيم الدولي. في هذه الحالة يجبر طرفي هذا العقد على اللجوء للمركز، وفي حال رغبة أحد الفريقين بالدخول إلى القضاء فهنا يتوجب على القاضي الذي يعرض عليه هذا النزاع أن يرد هذا الادعاء شكلا طبعا، لأن الاختصاص معقول. إذا أنا ما ذكرت بالعقد سابقا أنه يحل النزاع عن طريق المركز تحكيم. بقدر بعدين شيء ولا طبيعي. لا طبيعي دائما هو لما قلنا انه اتفاق رضائي، صور اتفاق التحكيم هو صورتين. الصورة الاولى هو شرط التحكيم، من خلال شرط يوجد قبل وجود النزاع يوضع في العقد، او من خلال صق لاحق للنزاع يتفق فيه اطراف نزاع معين على حل هذا الخلاف. واذا لم يتفق احد الطرفين؟ اذا رفض احد الطرفين لا يجوز، لانه تقدر. التحكيم مبني على الاتفاق. تمام. بالمفهوم العام للتحكيم اوله اتفاق، اوسط هو إجراء، آخره قضاء، أي ينفذ الأحكام عبر مديريات تنفيذ أمام القضاء. الدكتور فراس مأمون صنوفي رئيس مجلس إدارة مركز دمشق الإقليمي للتحكم الدولي، التحكيم الدولي، نتشكرك على وجودك معنا. إقامة هذا المركز بهذا الوقت جدا مهم، فيمكن المسؤولية والجهود جدا كبيرة ومضاعفة عليكم، نتمنى لكم التوفيق وشكرا كثير لك. شكرا لكم. وأنا بحب ضيف معلومة صغيرة ولو حكينا، أنه لحنا فكرة إنشاء مركز تحكيم الدولي
نحن الفكره نوجد بالحقيقه اولا لحل الخلافات، ثانيا واهم من هذا الموضوع كله لجذب المستثمر سواء العربي والاجنبي ودعم الاقتصاد الوطني اللي يجي يستثمر معنا في هذا البلد لاعاده بناء ضمان البلد حقوقه يعني. بالضبط. شكرا لك دكتور، نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لكم وشكرا للاخباريه السوريه، اتاحتنا هاي الفرصه انه نحكي عن المركز. شكرا لكم.